من أجمل الوصايا اللي سمعتها أبي يوصي ابنه، يقول له: لا تكثر من مديح من تحب، لا تمشي مع من لم يطع ربه، لا تثرثر بالمجالس، لا تسلم وأنت جالس، الصديق الذي تخلى عنك لا تسعى أبدا لقربه، لا تتكبر ولا تلين ولا تتجبر، الصادق لا يحلف والواثق لا يبرر، المخلص لا يندم والكريم لا يمن، المحب لا يمل، كن كما أنت ولا تكن كما يريد غيرك. احترامك للناس لا يعني أنك بحاجة إليهم، ولكن مبدأ تتعلمه من دينك وتربيتك. احترم تحترم، كن ثريا بأخلاقك، غنيا بقناعتك، كبيرا بتواضعك، لا تنظر لمن يتكلم عليك من خلفك لأنه في الأصل هو خلفك وليس أمامك. لا تخبر الناس كم تحفظ من كتاب الله، ولكن اجعلهم يرون القرآن فيك. أطعم جائعا، اكسي عاريا، ساعد محتاجا، ارحم ضعيفا، ابتسم دائما.